السلام عليكم متابعينا الكرام، واسعد الله اوقاتكم. في فيديو اليوم ساقدم لكم ماسك رائع جدا للعناية بالبشرة، بحيث يجعل البشرة بيضاء نضرة مشرقة ولا حاجة لوضع المكياج. المكونات سهلة وبسيطة. اذا لنمر لتحضير هذا الماسك الرائع الذي يجعل البشرة نضرة ومشرقة بدون حاجة لوضع المكياج. اذا نخلط المكونات كما قلت. سنحتاج الى النشا. إذن سأضع الحليب البودرة، ثم ملعقة كبيرة من الزبادي، ثم نضيف المكون الأخير وهو نخلط المكونات جيدا لنحصل على ماسك متجانس بهذا الشكل. يعني نقوم بتطبيق هذا الماسك على وجه نظيف وغسول جيدا، وذلك في الصباح لمدة 20 دقيقة. نتركه حتى يجف ونغسل وجهنا بالماء البارد، ثم سنحتاج إلى تمرير مكعبات من الثلج حتى نسكر المسام، سواء مكعبات ثلج بماء الورد كما تلاحظون أنا سبق وصنعتها، أو مكعبات مصنوعة من عصير الخيار، سأقوم بتحضيرها في فيديو لاحق. إذن بعد عمل هذا الماسك يمكنكم الاحتفاظ بالباقي في الثلاجة، وذلك حسب يعني صلاحية اليوغورت الذي وضعتموه فيه. إذا ننظر إلى تاريخ الصلاحية مثلا، إذا هذا الماسك سيفسد بفساد اليوغورت الذي وضعتموه فيه، وهكذا ستحصلون على بشرة بيضاء ونضرة بدون يعني اللجوء إلى وضع المكياج. أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك، أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحة